التجربة أول شيء نصور معها هاي التجربة شو حنقيس بها؟ هذا الجدول هو اللي نحتاجه. أول شيء نقيس الـ background count rate. شلون نقيسه؟ راح نقيس بدون المصدر. أول شيء الجهاز تيستو نبرز راح يكون على الصفر. تيستارت راح نقيس من تيستارت راح يقوم يحسب وين النهاية. راح نقيس أول شيء مثلاً تيستو برز. راح نقيس راح نقيس المدة دقيقة. نحسب المدة دقيقة بدون مصدر. ماذا شوف كذا حيطلع له. هاي وقفة الماتم عاطلة. المهم الذكرى. إيه المهم. فالمهم نقيس طبعاً من نوصل 60 نقيس توب. إيش قلنا مثلاً طلعنا مثلاً نقول هنايا طلع مثلاً 50. 50 نقسمها على 60. حتى يطلع لنا الكاونت يطلع لنا الار نوت اللي هي تمثل باك جراوند كاونت ريت. هاي قصنا اول شيء النوت راح يعطينا مصدر مثلا نفرض هذا المصدر راح يا اما يعطينا البعد نقيس ايش قد البعد يعني يعطينا البعد ونخليه حتى ما نقيس يا اما يقول لنا كيف قد البعد خليه فاحنا او نعطينا ستوب تي ريست ايضا من نخلي المصدر مثلا خلينا على بعد هذا بعد 15 بالطول بالطول برا نفس الشيء ما يفرق هسه خلينا على بعد 15 زين التاشيره مالته وين شوف هو هذا مو مصدر حقيقي ما تاخذها مصدر حقيقي ذاك راح يكون بخط ابيض فنخط الابيض نخليه على المسافه اللي نريدها هم انت المسافه طبعا هذا نثبت على الصفر من هناك فحنقيس مثلا 15 هم راح نحسب لمده دقيقه نحسب وجود المصدر ونعطي ستوب ونقيس مثلا طلع لنا لا على التعيين طلع لنا مثلا نقول 431 ايضا نقسم الرقم على 60 اللي هو شو حيسوي لنا حيسوي لنا الار اللي هي مثلا هاي الار شنو الكاونت ريت الار ان الار كابيتال اللي راح تمثل شو تمثل الار اللي هذا قصناه بوجود المصدر ناقصا الار نوت راح يطلع لنا فد رقم طبعا وحده قياسه هو الاس سالب واحد الار نوت هو اللي هو الباك جراوند فهاي خلصناها عندنا الديستنس قلنا احنا نقيسها يا اما ديستنس واحد يا اما يعطينا اياها حسب 5 5 سيء 5 5 اي اوكي مو جزء 5 5 جزء يعطينا غير بس هذا مو شرط المهم هسه مثلا قلنا احنا المسافه اخذناها 15 مو صحيح ناي فشو حناخذ؟ راح نطلع نحتاج الواحد على دي تربيع 15 الرابعة واحد تقسيم تربيع 15 راح يطلع لنا فد رقم هذا اللي راح نحتاجه كشيء عملي عندنا القانون شو يساوي لنا؟ القانون اللي هو R يساوي لنا K في واحد على دي تربيع أنا شو نحتاج؟ نطلعنا ال R اللي هو هذا طلعنا الواحد على دي تربيع اللي منا نحتاج ال K الكي شو سوينا؟ سوينا حسبنا R على واحد على D تربيع ويساوينا R في D تربيع هذا كل الشغل هذا